احنا هنغني بقى ولا هنقعد نتكلم؟ لا هنغني. نغني ايه بقى؟ مس كفاح نبدأ بيها. يلا بينا. يلا Thank you.
لا هو حاجة حلوة بزيادة ما شاء الله يعني. ده سقفوا انتوا قاعدين ساكتين، سقفوا واقول كله. ايوه اسمعوا كلامي على طول بس قدامكم، بس من ورايا ما بي يعني اول لو خرجتوا ما فيش حد هيسمع كلامي في كلمه واحده. بس انا كده اتخميت في اتنين لسه ما غنوش، انا مستني. ماشي، في بس كده ايه عدى سطر خطف كده في الاخر فلازم نعوضه في الغنوه اللي جايه. انت جمعتي المجموعه اللي زي الفل دي ازاي؟ عايزك تحكي لي حدوته كل بنوته من البنات دول. مش هنغني كده لو حكينا؟ نسمع 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 سولو بقى. انتوا يا جماعه بتحطوني البحر من امامكم والعدو. نسمع سولو بقى. سولو؟ يلا يلا يلا. استنى اتقل سيكا، عمرو بيقول لك اتقل سيكا، عمرو ده بقى المخرج. فلو زعلنا عمرو الحكايه باظت. لا ما نزعلوش. نزعله ولا ما نزعلوش؟ لا ما نزعلوش. ما زعلش عمرو؟ لا ما زعلش عمرو. طب لو احنا غنينا سولو هنغني سولو مين اللي هيبدا السولو؟ زينب. زينب؟ فين زينب؟ انا بحب الاسم ده قوي، اصل امي اسمها زينب. الله يديها الصحة. هو يا أستاذة زينب مامة حنين وبسملها. فتلاقيها قريبة قوي القلب عشان اسمها زي، عشان أنا بحب السيدة زينب. أنا برضه بحب السيدة زينب خالص قوي جدا يعني. دي بنت بنت النبي. يعني احنا كنا نحضر لها، بس احنا هنقول بقى إيه؟ هنقول حاجة لسيدنا الحسين. الله يعني أنا عاملة لك تشكيلة منيو حلو قوي هيعجبني. يعجبني جدا. لا ده أنتوا عاملين بجد فرقة من ذهب بجد مش هزار. أنا من قلبي فرحان والله العظيم، مش مجاملات. والله أنا اللي فرحان. برامج أنا ماليش في الكلام ده خالص، أنا بتكلم جد. طيب أنا هحكي لك حاجة لحد ما نبدأ السولو. أنا أمي كانت قاعدة بنتفرج، أنا من محبينك أنا ووالدتي. الله يخليكوا يا رب. فكانت بتقول لي طب ما تاخدي سهرة مع أستاذ يوسف. قلت لها أنا مش يعني هم هيتسلموا بس في وقتها. ليها وقتها، هي كل حاجه بوقتها، وانا مقتنع طبعا جدا بالكلام ده. تصاريف ربنا اصلها ما فيش زيها تصاريف يعني. ترتيب ربنا. بس بقى انا حتى انا بالمناسبه دي بقى، اي حد يا جماعه هتلاقوا لينا صفحه كده لطيفه خالص اسمها التاسعه على فيسبوك، عايز تيجي اكتب هتلاقي نفسك هنا. والله ما بهزر، بس بشرط نكون بنغني حلو زي الحور كده. الصفحه اهي، الاقل من الحور ما يجيش. انا البنش مارك بتاعنا بقى هنا دلوقتي. وبعدين حنين صح؟ حنين دي زينب. لا حنين هناك. الحنين حنين. انا بقى رن في ودني اول ما غنت، عارفه الطعم بتاع مين؟ بتاع خضره محمد خضر وجمالات شيحه. ايوه جمال الحاج جمالات شيحه. حدفتيني حدفه بقى زمان بقى. تخلي بالك انت عشان لازم نريح. ايوه ما تاخدناش الجلاله ونقعد نغني الحد بتاع عشان صوتنا هيقوى. بالظبط، عشان ماشي زي كده. يلا ها يلا بينا نغني زينب. زينب هتغني. هتغني بقى عشان مولد النبي. كل سنه حضرتك طيب. طيبين. والموالد والعرايس في الشارع. والحمد لله. والسلام.
عملناها بره على الهوا كده والله. لا دي حدوته اولا ما شاء الله. هو صوتها يقولوا عليه ايه، صوت مزوق. أوه. عندها كده ايه غنه وبتقعد تعرق يعني شو، وبتروح مش بقى بتخرج بره المقام، هي بتفصل المقام على مزاجها صح. ايوه قصده قصده. لا دي قروبه قوي. طبعا قوي. خريج اكاديميه. ايه الشطاره دي؟
لا والله بجد برافو عليكم، انا فرحان بيكم فرحه انتوا مش متخيلين والله.